شهد العراق خلال السنوات الأخيرة انتشارا واسعا لمحلات بيع الألعاب الإلكترونية بمختلف أنواعها وأحجامها واستعمالاتها، وما يدعو إلى هذا الانتشار الطلب المتزايد على اقتناء هذه الألعاب. وفي معظم الأحيان يرضخ الوالدان أو أحدهما لتلبية طلب الطفل، حتى تحولت غرف بعضهم إلى مستودع لهذه الألعاب التي تعمل معظمها بالأشعة تحت الحمراء أو بالذبذبات، فضلا عن أنها تحتوي مشاهد عنف وقتل لا تتناسب مع عمر من يقتنيها. بالنسبة لها بس احنا ما كنا رقابة وكذا، وهذه فالألعاب يا يجي يلعبها بصراحة، كانت كرتونية، كانت ألعاب رعب، كانت ألعاب مثل الأكشن وأكشن، فالطفل بصراحة من يريد شيء يأخذها، يعني ما يقول يا بها شوية صعبة وكذا يقلع ألعاب. زي مثلا تنصح الآباء بهذا الموضوع، يعني مثلا نيجي هو أبو تقول لها مثلا لعبة بيها عنف مثلا بالنسبة للطفل؟ احنا إذا لعبات مثلا خطرة وكذا أو بيها إشكال نقول له للأب وأكو بيهم بصراحة يقتنعون ما يأخذوها، وأكو بيهم يقول لك هو يلعب ايش يسوي له. للأسف لا يدرك معظم أولياء الأمور مخاطر وتبعات هذه الألعاب، خصوصا عندما يسيء الطفل استخدامها، كما أن غياب الرقابة على محلات بيع هذه الألعاب الإلكترونية أدى إلى تداول ألعاب لها آثار صحية سلبية وسلوكية سيئة على شخصية الطفل. الآثار النفسية اللي تتركها الألعاب الإلكترونية على الأطفال من الناحية النفسية وعلى سلوكياتهم وعلى التعلم مالتهم، الآثار اللي تتركها هذه، أول الآثار هو الانعزال الاجتماعي عن المجتمع، كون الطفل يترك أكثر وقت أمام هذه الألعاب، وهذا يشغل أيضا على الدراسة، وبالتالي يولد حالة من الكسل والملل وعدم أداء للواجبات الدراسية. الأسرة تطمئن بأنه توفر هذه الألعاب للطفل كونه يجلس أمامها، وهذه الألعاب تحمل أكثر الأحيان أفكار تؤدي إلى الجريمة والعنف والقتل، وتعلم الأطفال أساليب وفنون القتل، وبالتالي تؤدي إلى الاعتداء على الآخرين دون أي وجه حق. ليس أولياء الأمور هم وحدهم من يبدي قلقه من أضرار الألعاب الإلكترونية، بل أن معظم التربويون أيضا، إذ يلاحظ بعض المدرسين ضعف التركيز لدى المدمنين على الألعاب الإلكترونية. الألعاب الإلكترونية لها تأثير سلبي وفعال على مستوى التلاميذ وطلاب المدارس في المرحلة الثانوية، لأنه إذا لم نجد هناك ضوابط من قبل العائلة والمدرسة لتوجيه الطلاب كيفية استخدام وسائل الإلكترونية، راح العملية راح تصبح منفلتة وتأثيرها سلبي على الطالب. قد تبدو بعض الظروف التي نخلقها لأطفالنا تهدف إلى التسلية فحسب، ولن يكون لها أي بعد آخر، بينما نتألم كثيرا عندما نواجه نتائج إهمالنا الجانب الرقابي والآثار الصحية التي تتركها بعض الألعاب على أجساد أطفالنا، أو إهمالهم لواجباتهم الدراسية وخاصة البنين منهم، فنتذكر ولكن ربما بعد فوات الأوان أحيانا الحكمة القائلة: الوقاية خير من العلاج. بالنسبة للحلول لهذه المشكلة، على الأسرة أن تعي وأن أول ما تنتبه إلى الفكرة اللي تحملها هذه الألعاب، والجانب الآخر أن تمارس هذه اللعبة مع الأطفال فترى ما هي السلوكيات، ما هي المهارات اللي تكتسبها هي الأسرة من خلال هذه اللعبة، حتى تعرف أن الطفل ماله ماذا يكتسب.